أهلا بكم إلى نشرة أخبار الرابعة. رفضت مجموعة من القوى السياسية في ديالى التعطيل المستمر لتشكيل الحكومة المحلية. وفي مؤتمر صحفي مشترك قال النائب عن تعارف العزم رعد الدهلكي إن القوى السياسية المتحالفة قررت التواجد في مجلس المحافظة للخروج بحل لأزمة ديالى. أكثر من 140 يوم من أول جلسة عقدها مجلس محافظة ديالى الذي أخفق بتشكيل الحكومة المحلية، بدأ ماراثون المفاوضات للخروج برؤية موحدة تجمع جميع الكتل السياسية. قررنا الآتي: نحن كممثلين شرعيين ورسميين لجمهورنا وأهلنا الذي وضع ثقته بنا أن نتواجد في مجلس محافظ ديالى، وأكررها، أن نتواجد في مجلس محافظ ديالى كصرخة رفض لتأخير تشكيل الحكومة، ودعوة إلى كافة الكتل السياسية التي فازت بانتخابات مجلس المحافظة ولديها تمثيل في الحضور إلى البناية للخروج بحل ديلاوي ناجع وسريع لحسم هذا الملف، ونأتي بحكومة تتحمل مسؤوليتها أمام أهالي وعشائر محافظة ديالى. نواب عن تحالفات وكتل أخرى تمثل ديالى أكدوا أن تأخير تشكيل الحكومة المحلية تقف وراءه جهات سياسية تستغل التعطيل لتمرير مشاريع وتحقيق مصالح. نأمل من الكل الحضور لتشكيل الحكومة المحلية بأسرع وقت ممكن خلال الأيام القادمة إن شاء الله. هنالك من يعرقل تشكيل الحكومة من أجل مصالح شخصية حزبية أو يعني لشخص معين، هذا الأمر لابد أن يحسم. الجلسة اليوم أو الاجتماع اليوم هو من أجل الضغط على الآخرين لحضورهم لكي نبين للشارع في محافظة ديالى أن الوضع لا يتحمل نقص الخدمات. مددت مفوضية الانتخابات موعد تسجيل الكيانات والأفراد الراغبين بخوض اقتراع برلمان كردستان 3 أيام، وذكر بيان للمفوضية أن آخر موعد للتسجيل نهاية الدوام الرسمي ليوم الخميس المقبل الموافق 27 من حزيران الحالي، وكان مقررا أن تنتهي اليوم المدة المحددة للتسجيل على التنافس في الدورة 6 لانتخابات برلمان الإقليم. أحكمت فرق الدفاع المدني سيطرتها على حريق اندلع داخل مخازن لأدوات السيارات الاحتياطية في منطقة السنك وسط بغداد، وذكر بيان رسمي أن فرق الإطفاء استنفرت فور اندلاع الحريق ودفعت بثقل عجلاتها التخصصية والساندة لتكافح النيران من أعلى المخازن المحترقة، مشيرا إلى أن تلك المخازن مشيدة بألواح الساندويتش بانل المخالفة لتعليمات السلامة، فيما طلب الدفاع المدني فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن قاطع الحادث لتقصي الحقائق ومحاسبة المقصرين. كشفت وزارة الداخلية عن حصيلة حرائق العراق منذ بداية العام الحالي، وخلال مؤتمر صحفي في بغداد قارن المتحدث باسم الوزارة مقداد ميري حرائق هذا العام بحوادث السنة الماضية. بلغ عدد حوادث الحريق التي حصلت للفترة من 1/1/2024 ولغاية 1/6/2024 5544 حادث حريق خلال 5 أشهر الماضية. 5544 حادث حريق. نقارن الحوادث اللي حصلت خلال هذا العام مع نفس الفترة خلال العام الماضي من 1/1 لغاية 1/6/2023 العام الماضي كان عندنا 10019 حادث حريق. أي خلال هذا العام حققنا نسبة انخفاض في عدد الحرائق تقدر ب44%. حوادثنا خلال 5 أشهر الماضية مقارنة بالحوادث خلال 5 أشهر من العام الماضي تحقق نسبة انخفاض بمعدل 44%. مدير الدفاع المدني لواء محسن علق قال من جهته إن حرائق التماس الكهربائي في البلاد تمثل 63% من حوادث الاشتعال،
متحدثا عن خطوات تسهم في السيطرة عليها. تدي للحوادث، فطلعت يعني نسبة الحوادث تماس الكهرباء 63%، والأسباب الأخرى تكون في النسبة الأخرى. الحمد لله والشكر، نطمئنكم ونقول لكم الحوادث مسيطر عليها إن شاء الله. دعم دولة رئيس الوزراء لهذا الجهاز أو لهذه المؤسسة، متابعة حثيثة من قبل معالي السيد وزير الداخلية، تم التعاقد على عجلات اختصاصية، البناء 100 مفرزة تطفاء نموذجية، كل هذا يدخل يعني في تطوير العمل السيطرة على الحوادث إن شاء الله. إحنا مستمرين أيضا، حصلنا على موافقات من في غلق المشاريع ب 162 تم إغلاقها، واليوم حصلت موافقة السيد محافظ بغداد على 257، ومستمرين بالغلق إن شاء الله لغرض السيطرة على الحوادث. باتت الحرائق المتكررة في بغداد والمحافظات إحدى أخطر تحديات الصيف، فبالإضافة إلى الارتفاع الشديد في درجات الحرارة تقف عوامل أخرى كمخالفات البناء وتهالك معدات الإطفاء بوجه الدفاع المدني للقيام بواجبات مكافحة النيران. يوميا أو أسبوعيا بأفضل الأحوال ينشب حريق في بغداد أو المحافظات، حوادث وإن خلت من تسجيل خسائر بشرية فإنها سجلت حضورها بأجندة تحديات الصيف اللاهب وحرارته لتضع الحكومة أمام تحد جديد. فالحكومة والبرلمان دخلا على خط النيران، إذ طالبت لجنة الأمن والدفاع النيابية في بيان رسمي وزير الداخلية بفتح تحقيق للوقوف على الحرائق وطبيعتها وإرسال نتائج التحقيقات خلال 15 يوما لمعرفة الإحصاءات والأسباب. السيد وزير الداخلية التقى بقيادات الدفاع المدني وكان توجيهها واضح وكانت قراراتها حاسمة، وكانت مديرية الدفاع المدني بحاجة إلى هذا القرار. المشروع المخالف يغلق، احنا سابقا كنا يحال إلى جلسة الفصل، وإذا ما امتثل يحال إلى المحاكم المختصة، وهذا كل استنزاف للوقت، ويبقى المشروع يعني المشروع المخالف يبقى يعني يمارس نشاطاته وهو مخالف. الإهمال أو التعمد يعد كلاهما مخالفة قانونية بحسب قانون الدفاع المدني، إذ إن عدم الامتثال لشروط السلامة والأخذ بالمعايير الدولية في بناء المخازن والمباني وغياب أنظمة الإطفاء الحديثة سبب رئيس تعلل به مديرية الدفاع المدني كثرة الحرائق. يقابل ذلك حاجة معدات وآليات فرق الدفاع المدني إلى التحديث ومواكبة التطور، باعتبار إن عجلات الإطفاء المتوافرة حالياً من إنتاج عام 2010. مديرية الدفاع المدني تمتلك عجلات ومعدات تخصصية وفنية، في الحد الأدنى من خلال هذه المعدات نقوم بتقديم الخدمات لكل المواطنين بكافة المجالات، بمجالات الإنقاذ والإطفاء والمعالجة، لكن نحن نطمح إلى ما هو أكثر وما هو يضاهي أو بمستوى الدول الجوار على الأقل. تقول مديرية الدفاع المدني إن نسبة الحرائق مقارنة بالعام الماضي انخفضت إلى 44%، على أن ذلك لا يعني أن تكرار حدوثها لم يعد يهدد حياة المواطنين، وخاصة في ظل مخالفات البناء بعدم مراعاة السلامة العامة. أحمد مؤيد، UTV، بغداد. أكد المتحدث باسم الصحة سيف البدر التزام الوزارة بتطبيق إجراءات السلامة والأمان داخل جميع المراكز والمستشفيات لتجنب الحرائق التي تكثر في هذا الوقت من كل عام. واضحة وتأكيدات بكتب رسمية من قبل سيد وزير الصحة ما يخص وزارتنا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية وإجراءات السلامة والوقاية من الحرائق، وأيضا المسؤولية مباشرة تكون لمسؤول الوحدة الصحية سواء كان مركز صحي أو مستشفى أو بناية مهما كانت، فتكون متابعة من قبل المسؤولين، مسؤولي الشعب والأقسام والمدراء العامين بشكل مباشر عن تأكيد تطبيق هذه الإجراءات.
الاجراءات، وتم معالجه بعض البنايات التي لم تكن مطابقه للشروط من خلال تاهيلها، ووزاره الصحه ملتزمه بكل ما يصدر من الجهات المعنيه بالسلامه العامه والدفاع المدني. وأشار البدر في حديثه ليو تي في إلى تعليمات وزارة الصحة للوقاية من الحر الشديد، فيما حث المواطنين على تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس هذه الأيام. نظرا للارتفاع الواضح في مستوى درجات الحرارة وما يشكله من خطر خصوصا على فئات كبار السن أو الأطفال أو اللي عندهم مشاكل مزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم، مثل مشاكل بالقلب، فوزارة الصحة أصدرت عدة تعليمات أهمها تجنب التعرض المباشر. من ناحية المبدأ، تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خصوصا ما بين الساعة 10 والرابعة بعد الظهر، 10 صباحا والرابعة بعد الظهر، وأيضا ارتداء الملابس المناسبة، الألوان المناسبة، قبعات يعني أغطية رأس، نظارات شمسية، واقي شمس، خصوصا للفئات مثلا كالقوات الأمنية، العمال، اللي هو يعني عمله طبيعة حياته تتطلب التواجد تحت أشعة الشمس. ساعات طوال يقضيها عمال البناء في نينوى تحت ظروف جوية قاسية ولهيب الشمس الحارقة، فيما تأتي التحذيرات الصحية من ممارسة العمل بهذا الوضع، فإن تقنين ساعات العمل بالنسبة له ما يزال بعيد المنال، خاصة للعاملين بالأجر اليومي. يستيقظون قبل الجميع بحثا عن قوت يومهم في أعمال شاقة وتحت أشعة الشمس اللاهبة، هكذا يقضي آلاف العمال يومهم حتى المساء. يقول بعضهم إن حصة كبيرة مما يحصلون عليه تذهب إلى الأطباء والصيدليات بسبب ارتفاع درجات الحرارة ومخاطرها الصحية كأمراض التيفوئيد وضربات الشمس والإجهاد الحراري. والله أكثر الأمراض التيفو عندنا يصيبك، هاي أطلع من الشمس أسحب شيشين ثلاثة أروح على الصندة مال المي أنقع نفسي. إحنا أسعى نقاضيها 24 ساعة، لازم أشتري، لو ما أبلع حب أنا ما أقدر أسوي، يعني حب مال مفاصل وما أقدر أشتغل. تقليص ساعات الدوام وتحديدها من السابعة صباحا حتى الواحدة ظهرا بقرار حكومي، لكن هذا القرار لم يسر على عمال القطاع الخاص، إذ تركوا يواجهون لهيب الصيف من دون أي قانون يحميهم من المخاطر الصحية. رسك شغلنا بالليل ما نقدر نشتغل، ما يشوف ليش خطورة شلون بعد بالنهار وقوة العامل متبرة، كان هسه مثل النجار عندك أو بالحديد أو تفليش أو حداد كصناعة أي شغلة بالليل ما يقدر يشتغل. نقابة العمال في نينوى من جهتها أوصت أرباب العمل والشركات والمعامل بمراعاة الظروف المناخية الصعبة للعمال بتقليص ساعات العمل وتوفير ما يحتاجون إليه من مظلات شمسية ومعدات للسلامة. ونحن نوصي ونؤكد على ذلك يا أصحاب العمل وأرباب العمل وأصحاب المعامل والشركات وجميع من يشمل أنه لديه عمالة في هذه المحافظة أنه يقللون الدوام ويشملون العمال ب هذه الساعات القليلة وهي أيام قليلة إن شاء الله يعني. وكانت منظمة العمل الدولية قد دعت الحكومة العراقية إلى تحديد ساعات العمل وتنظيم حملات توعوية بشأن الإجهاد الحراري وللتخفيف من شدة ارتفاع الحرارة التي تصل إلى نصف درجة الغليان. قاسم الزيدي، يو تي في، الموصل. انتقد خبراء التعامل الرسمي العراقي مع أزمة الكهرباء، وفي نقاش ضمن برنامج الحق يقال ذكر الخبراء أن موازنة وزارة الكهرباء للسنة الحالية تعادل ثلاثة أضعاف موازنة سوريا من دون أن تستثمرها الوزارة، وفيما وصفوا العقود مع شركات الطاقة الألمانية والأمريكية بأنها حبر على ورق. حدد الخبراء كميات الغاز اللازمة لتشغيل محطات العراق. موازنة وزارة الكهرباء اللي ب 2024 14 مليار دولار ونص، تعادل موازنة الدولة كاملة مثل الأردن. الأردن كل موازنة السنوية 14.5 مليار دولار، لا بل إن موازنة الكهرباء في عام 2024 تعادل موازنة سوريا ثلاث أضعاف. موازنة سوريا كلها 4 مليارات
الكهرباء عندما لا تتوفر معنى المشاريع الصناعية اللي مزمع إقامتها بالعراق تحتاج إلى محطات ذاتية لتوليد الكهرباء، هذه يرفع من الكلفة ما بين 5 إلى 10%، وذلك تقل القدرة التنافسية فيحجم الاستثمار الأجنبي. الانفاق الاستثماري 4 تريليون دينار مخصصتهم الدولة لوزارة الكهرباء، تصرف منها فقط 571 مليار دينار وتعيد الباقي. سيمنس وجنرال إلكتريك عندما وقعت مع العراق وقعت على باكيج ب 15 مليار دولار، هذا على الورق. العراق الآن يحتاج يحتاج 24 مليار متر مكعب من الغاز الآن، لكن يحصل من إنتاجه الغازي على حوالي بين 11 إلى 12 مليار، ومن إيران بين 8 إلى 9، والنقص عندنا حوالي 3 إلى 4 مليار، أي بمعنى حوالي 15 إلى 20% نقص حالي. أفاد مراسل يو تي في بعثور مواطنين في واسط على طائرة مسيرة، وذكر مراسلنا أن الطائرة كانت متروكة في أرض زراعية قرب مدار عسكري قديم عند ناحية البشائر التابعة لقضاء الحي، مشيرا إلى أن مصدرها غير معروف، وقد أبلغ المواطنون عنها السلطات الأمنية للتحقيق في الأمر. السباحة هربا من لهيب الصيف وانقطاع الكهرباء حل يلجو إليه شباب واسط، لكن غلاء دخوليات المسابح والمدن المائية يدفعهم نحو سدة الكوت رغم التحذيرات من خطورة الحفر في نهر دجلة وما سببته من حوادث غرق العام الماضي. هربا من قيظ صيف كسر حاجز 50 مبكرا هذا العام والانقطاع المستمر في التيار الكهربائي، يرتمي شباب واسط في أحضان دجلة رغم مخاطر السباحة في النهر. ولعل أكثر رواد دجلة هم عمال البناء الذين يفضلون السباحة قرب سدة الكوت فور انتهاء عملهم الشاق تحت أشعة الشمس الحارقة، غير آبهين للتحذيرات من الحفر العميقة القريبة من الضفة تسببت بست حالات غرق العام الماضي. نيجي احنا عمال ثق، نيجي تقريبا ساعة الأربعة الصبح نطلع بالحر بالشمس، تيجي تفتح الماي ما تلقى ماي، ماكو إسالة، نريد نغسل نريد هاي، فنيجي للشاطئ ماكو غير مكان الشط، رغم ايش قد اكو اطفال تروح عالم تروح يعني تموت. وفضلا عن خطورة الغرق فان انخفاض مناسيب دجلة رفعت من ملوحة النهر وزادت نسبة تلوثه، وخاصة مع مصبات المياه الآسنة القادمة من مؤسسات صحية ما زالت تشق طريقها الى دجلة رغم تحذيرات مديرية بيئة واسط. المدن المائية الاستثمارية في واسط لم تحل المشكلة، فسعر الدخول وصل إلى 10,000 دينار للفرد الواحد في وقت تزداد فيه نسبة بطالة الشباب لتقتصر هذه المدن المائية الآمنة بمياهها النظيفة على ميسوري الحال فقط. أغلب المسابح جاي تستغل هذا الشيء، شوف يعني سعر الدخول هي 5 وأحيانا حتى 10، فلذلك الشاب هو يومي 25,000 دينار يعني يتجه إلى هاي الشروط، والشروط تعرف بها يعني هواي أمراض وغيرها من الأمور يعني حتى مرات تسبب غرق. أما بالمسابح نسبة الأمان عالية والماء معقم، لكن ما نلاقي يعني المساعدة من قبل أهل المسابح، لا بالعكس نلاقي إحنا الاستغلال منهم. صحة واسط حذرت من السباحة في ساعات منتصف النهار في الأيام القادمة بسبب حالات ضربة الشمس التي استقبلتها مستشفيات المحافظة خلال الأسبوع الماضي. من واسط حمزة الأسدي، يو تي في. ختام نشرتنا، شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.